السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة مدرسة الطلائع الإسلامية للغات. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي الطلاب، طلاب وتلاميذ الصف الخامس الابتدائي، نتعرف اليوم على درس جديد من دروس اللغة العربية في الوحدة الثالثة، وهو نص من نصوص القرآن الكريم، وهو بعنوان الاعتدال في الإنفاق. نبدأ أولا بقراءة النص على النحو التالي: هذه الآيات من سورة الإسراء، تحديدا الآية 26 والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والآية 30 من سورة الإسراء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. والآن طلابي الأعزاء، هيا بنا نتعرف على بعض معاني المفردات التي وردت بالآيات الكريمة التي قرأناها من قبل. آتي، أعطي، والمضاد خذ، ابن السبيل المسافر الذي انقطع به الطريق، تبذر تسرف، والمضاد تقتر أو تبخل، المبذرين المسرفين، والمضاد المقترين أو البخلاء، تعرضن تبتعدن، والمضاد تقتربن، ابتغاء طلب، ترجوها تطلبها، مغلولة إلى عنقك المقصود تبخل وتمسك عن الإنفاق، والمضاد أي مضاد كلمة مغلولة مبسوطة. تبسطها المقصود تنفق دون حساب أو تسرف، ومضاد كلمة تبسطها أي تقبضها، ملوما نادما محسورا محزونا، والمضاد مسرورا. يبسط أي يكثر أو يوسع، والمضاد يضيق ويقدر. كفورا جحودا، والمضاد شكورا.
والآن طلاب الأعزاء هيا بنا نتعرف على بعض المفرد والجمع الذي ورد بالآيات الكريمة. ذا جمعها ذوي، المسكين جمعها المساكين، السبيل جمعها السبل والأسبلة، رب جمعها أرباب، عنق جمعها أعناق، ملوما جمعها ملومين، خبيرا جمعها خبراء، بصيرا جمعها بصراء، المبذر جمعها المبذرين. والآن طلاب الأعزاء، بعد أن تعرفنا على معاني المفردات التي وردت بالآيات الكريمة، تعالوا بنا إلى تفسير هذه الآيات الكريمة. يأمرنا الله تعالى بصلة الأرحام والتصدق على المساكين وأبناء السبيل، كما ينهانا الله في هذه الآيات الكريمة عن التبذير في إنفاق المال بغير حق، لأن المبذرين هم إخوان الشياطين في الإفساد، كما يوجه الله حديثه لمن لا يستطيع مساعدة المحتاجين بأنه إذا لم يكن معه ما يساعد به المساكين فيجب عليه الامتناع عن العطاء بلطف أو الدعاء لهم بتفريج كروبهم. ينهانا الله عز وجل عن الشح وعدم الإنفاق، ويصور لنا من يفعل ذلك بمن ربطت يداه إلى عنقه، كما يجب على الإنسان عدم الإفراط في الإنفاق حتى لا يندم على ما فعله. وفي الختام، وفي ختام الآيات، يوضح الله لنا عز وجل أنه يعطي ويوسع الرزق على من يشاء من عباده، ويضيقه على من يشاء من عباده، وذلك امتحانا واختبارا له. والآن طلاب الأعزاء، هيا نتعرف على مواطن الجمال التي وردت في هذه الآيات الكريمة. قوله تعالى وآتي ذا القربى حقه، أسلوب أمر للحث على الإنفاق على الأقارب والمساكين وابن السبيل. قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا، أسلوب نهي للتحذير من إنفاق المال في غير حق. قوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، تعبير جميل، حيث يصور من ينفق ماله في غير حق بالشيطان. قوله تعالى وكان الشيطان لربه كفورا، تحذير من اتباع الشيطان والتشبه به في الفساد. قوله تعالى فقل لهم قولا ميسورا، أسلوب أمر للحث على اللين في القول وحسن المعاملة. قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وتعبير جميل يصور فيه الله تعالى من يبخل بمن ربطت يده إلى عنقه فلا يستطيع أن يحركها. قوله تعالى ولا تبسطها كل البسط، هو أسلوب نهي للتحذير من الإفراط في الإنفاق، بين قوله يبسط وقوله يقدر، تضاد يقوي المعنى ويوضحه. قوله تعالى إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، هو أسلوب مؤكد بإن، وهذا التعبير هو تعليل لما قبله. وبعد أن انتهينا من معرفة مواطن الجمال التي وردت في هذه الآيات الكريمة، نكون بذلك قد انتهينا من شرح هذه الآيات الكريمة
ونفع الله بكم وتقبل الله منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.